طول عمري بعمل الكيك وبيطلع معايا تحفة. أول مرة النتيجة تصدمني. تابعوا معايا الفيديو ويلا نشوف النتيجة في الآخر. في آخر الفيديو هنشوف الصدمة. ويلا نبدأ الفيديو، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة، ويلا نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله. وأول حاجة هنعملها النهاردة في البرطمان. جبت برطمان بالشكل ده وكسرت فيه بيضتين. ادي اول بيضة كسرناها. حطوا لايك للفيديو وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، ولو ما اشتركتوش لسه في قناتي يلا اعملوا اشتراك كده عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو انزله. جبت البرطمان ضفت فيه البيضتين كده كسرتهم بالشكل ده. بعد كده هضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر. ادي السكر، السكر بتاعنا ناعم. بعد كده هضيف لهم ربع كوباية من الزيت. لحد كده خطواتنا سهلة وتمام. هناخد المكونات دي كلها ونرجها في البرطمان لحد ما تبقى يعني معانا خليط ناعم. ضفت لهم رشة من الملح صغيرة خالص، احنا عاملين كمية بسيطة من الكيك. هقفل البرطمان كويس وابدأ ارج البيض مع السكر مع الزيت لحد ما احصل على قوام زي قوام الايه الجبنة الكريمي، يعني قوام كريمي ناعم. ممكن نعمل الخطوة دي في الخلاط ونستغنى خالص عن البرطمان، بس يعني هي فكرة كده حبيت يعني اعملها معاكم هزار مش اكتر، انما ممكن نعملها في الخلاط زي ما قلت لكم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده جبت كوباية واحدة من الدقيق وضفت عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر ممسوحة، يعني معلقة مش مليانة مش هرمية، معلقة ممسوحة، وعليها كيس من الفانيليا. وهنضيف عليهم كمان معلقة من النشا، والنشا زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي ان النشا ده انا بحطه بديل للدقيق الاسبونج. اضافة النشا بتخلي الدقيق زي الاسبونج. بقى كده حطينا كوباية الدقيق عليها معلقة من النشا وعليها معلقة ممسوحة من معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. بعد كده جبت شفشق الخلاط وبقى نكمل مكوناتنا وضربنا في الخلاط علشان مش هينفع بقى نكمل في البرطمان. حطيت المكونات عندي في الخلاط وضفت عليهم الدقيق، وهضرب كل الخليط ده في الخلاط لحد ما ينعم وبيبقى بيه بالشكل ده. بعد كده بجيب حلة او اي حاجة كده طاسة وبنحط فيها 3 معالق من الزبدة، وممكن نستبدلهم بالسمنة. بننزل عليهم بنص كوباية من اللبن او الحليب، وبنسيب بقى ايه الزبدة لحد ما تسيح تماما واللبن يغلي خالص لحد ما نحصل يعني على القوام يعني زي كده فوران، يكون اللبن بيفور. وهنضيفه وهو بالشكل ده على الكيكة بعد ما انضربت في الخلاط وهو ساخن وبيغلي بالشكل ده. دي بقى ايه بتطلع معاك الكيكة من جوه بيضة وهشة وتحفة. بعد ما ضربناهم تاني في الخلاط جبت بقى الصينية، والصينية كانت مدهونة بالسمنة، وبعد كده مغلفاها بالدقيق برش الدقيق، وبنزل عليها بالخليط اللي ضربناه في الخلاط. كل خطواتنا لحد الآن كده تمام وزي الفل وعشرة على عشرة. بعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 190، ودي الغلطة اللي طلعت معانا الكيكة بالصدمة وبالنتيجة دي. انا دايما بسوي الكيك على 170 180، ولو عملته على 180 لو سويته على 180 بعد كده بهدي النار خالص يعني على 170. لكن للأسف انا سبت الفرن عالي على 190، فكانت النتيجة طبعا ان الكيكة احمرت بسرعة، ولما استوت واتنفخت ما جربتهاش كمان بخلة، ف
فطفيت الفرن وهي كانت بالشكل ده، وما ينفعش اصلا ان انا اسيبها اكتر من كده لانها احمرت خلاص. فمجرد ما طفيت الفرن الكيكة طبعا هبطت وكانت بالشكل ده. ايه رأيكم بقى في الكومنتات؟ في حد منكم بيبوظ منه كيك؟ انا حبيت اشارككم بقى ايه الصدمة بتاعتي، وقلت بقى مش هخبي عليكم اللي حصل. هي غلطة طبعا، بس يلا تتعوض في مرة تانية وان شاء الله نعملها وتكون ناجحة. يلا بقى ايه اشتركوا معايا في القناة وشوفوا وصفات الكيك اللي هي الناجحة معايا، وقولوا لي مين باظت معاها كيكة قبل كده. ده كان فيديو النهاردة، وقولوا لي بقى بتتابعوني من اي بلد، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ناجحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.